النمسا تفتح 7 استفتاءات من بينها استقالة رئيس الوزراء. رغم التحذيرات، الرئيس التركي يدعو الأتراك في النمسا إلى انتخابه. وزارة الداخلية ترحل شابين عراقيين بتهمة دعم الإرهاب بشكل علني. حكم بتعويض 2000 يورو لمسلمة في فيينا بسبب تمييز ديني. الخارجية تعرب عن قلقها بشأن الأوضاع العنيفة في السودان. نشطاء المناخ يغلقون أحد أشهر الجسور في فيينا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. فتح اليوم 7 استفتاءات، إحداها يدعو إلى استقالة رئيس الوزراء كارل نيهامر بسبب فشل سياسته في إدارة البلاد، ويمكن التوقيع عليها في أي مكتب تسجيل أو عبر الإنترنت حتى 24 أبريل. وتتضمن المطالب إبقاء التوقيت الصيفي وقانون الدفع النقدي غير المقيد وإلغاء جميع الرسوم والضرائب العامة لتمويل ORF. واستفتاء آخر يطالب بإعادة تعيين قضاة التحقيق وإنشاء مكتب مدعي عام مستقل. وعند جمع ما يقرب من 100,000 توقيع يجب أن يتمتع الطلب بأحقية المعالجة في البرلمان. خاطب الرئيس التركي أردوغان الأتراك في فيينا عبر الهاتف أثناء حفل إفطار لوزير الخارجية التركي مولود تشاويش أغلو، وأعرب أردوغان عن تمنياته لهم برمضان مبارك، وأشار إلى 14 مايو كتاريخ جديد لتركيا وخارجها في إشارة للانتخابات الرئاسية. وكان قد حذر وزير خارجية النمسا شالنبرغ نظيره التركي من أنه لا يجب تصدير السياسة الداخلية التركية والحملة الانتخابية، وأن أي محاولات لاستغلال المجتمع النمساوي التركي سوف يواجه بمعارضة قوية. تم ترحيل شابان عراقيان من النمسا بعد تورطهم بالانتماء لمنظمات إرهابية محلية ورفض طلبات لجوئهم وقضائهم 2 في السجن. وتم إدانة الشاب الأول بتهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتحريض على جرائم إرهابية، وتم ترحيله إلى بغداد بمرافقة حراس، بينما تم ترحيل ابن عمه يوم الجمعة، وتم العمل على ذلك بعد تحسين التعاون مع النظام العراقي. وأكد وزير الداخلية كارنر أن هناك تعاون وثيق مع العراق في مجال ترحيل اللاجئين المتورطين في جرائم، وهناك تنسيق مع المفوضية الأوروبية. حصلت شابة مسلمة في فيينا على 2000 يورو تعويض بعدما حثت على خلع حجابها أثناء تقديم طلب للحصول على تدريب لرعاية الأطفال. وأكدت المحكمة الحكم النهائي، حيث وجدت أن هذا تمييز على أساس الجنس والدين بموجب قانون المساواة في المعاملة، وأن الأسئلة المتطفلة حول الحجاب تشكل تمييزا محظورا. وأوضحت هيئة الدفاع أن 74% من الاستفسارات التي يتعاملون معها حول الدين كسبب للتمييز تتعلق بأشخاص من المسلمين، و90% من هؤلاء تتعلق بتجارب النساء المسلمات. عبرت وزارة الخارجية عن قلقها بشأن الأعمال العنيفة في السودان التي أودت بحياة المدنيين بما في ذلك 3 من عمال الإغاثة. وأعربت الوزارة عن تضامنها وتعاطفها مع أسر الضحايا، وأكدت
أن حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى، ودعت إلى تجنب أي تصعيد وإيجاد حلول سلمية للأزمة في السودان. وأضافت الوزارة أنه يجب حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين من أي هجوم أو عنف. أغلق نشطاء المناخ جسر رايكس بروكا الشهير في فيينا مطالبين بتحديد السرعة على الطرق السريعة بمئة كيلو متر في الساعة لتقليل الانبعاثات والوفيات. وقال نشطاء حركة الجيل الأخير: نحن نسير بسرعة الحلزون على الجسر بنفس البطء الذي تستجيب فيه حكومتنا لنداءاتنا التحذيرية. مرتدين سترات برتقالية ويحملون لافتات احتجاجية وأغلقوا جميع الممرات الستة للجسر، مما تسبب في ازدحام مروري كبير. وحذرت الشرطة المواطنين من استخدام الجسر بسبب الاحتجاجات وطلبت منهم استخدام طرق بديلة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.